اهلا وسهلا، طلبات عزمي بيت. ربع بتلو من الفصل. زي ما يطلع بيه؟ زي ما يطلع 20 30 40 كيلو مش مهم. حاضر يا بيه، شوف طلبات عزمي بيه. اهلا وسهلا. ربع بتلو من الفصل برضه يا بيه؟ زي بعضه من الفصل. نقطعها يا بيه ولا حته واحده؟ قطعه. حاضر عيني. تعال خد بقشيشك من البيع يا واد. ايه تسال بقشيش؟ بقشيش ايه؟ ده حق اللحمه يا معلم. ربع عجل ب50 قرش. انا طالب ربع كيلو مش ربع عجل. ربع كيلو؟ لا مؤاخذه يا استاذ، ما عندناش ميزان ذهب. روح اشتري بيهم عيش وطعميه. السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الله. اديني شوربه خضار ب10 ساغ. هو في خضار النهارده ب10 ساغ؟ طب ربع جنيه يا عم. روح الله سهل لك، روح هات لك بيهم عيش وطعميه. روح يا شيخ، ليه الزبائن اللي تقرف دي؟ ننفذ اللي قلتلكوا عليه ونعيش ونتمتع بقى. انت لسه حاطط في نافوخك حكايه استراليا؟ طبعا، ما دام حطيتها في نافوخي خلاص. وش معنى استراليا دي بالذات؟ استراليا يا استاذ قاره لسه بكر، مليانه ذهب، كل اللي راحوا هناك بقوا مليونيرات. فيها لحمه؟ دول بيزرعوها. بيزرع؟ لا يا عم، استراليا دي بعيده قوي وفي اخر الدنيا، وانا عايز بلد قريبه وبنت حلال ومضمونه وبتتكلم عربي. خلاص استنى بقى يحيى لما اخوي يبعت لكم العقود من ابو ظبي. ابعت كمان يا سيدي ومستعجل قوي يا روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي العزيز يحيى، اشواقي وقبولاتي، اسقيني يا سعيد. ما فيش ميه، الميه مقطوعه. كمل. اسف للتاخير، ولكن لو عرف السبب بطل العجب. طلقت لنا ايه يا سعيد؟ ما لقيتش حاجه اطبخها، جبت لكم طعميه وعيش وجرجير وكرات وفجل وبصل اخضر. كمل. لو عرف السبب بطل العجب. مش عايزين السبب دلوقتي، المهم بعد كام عقد؟ ثلاثة، والمرتب حوالي 400 جنيه للواحد، والعمل بائع بمحلات ابو وبر للصوف المفتخر. بائع؟ بائع ب 400 جنيه، عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا عاجبني. مبروك يا علاء. مالكوش دعوة بيا، أنا رايح أستراليا. إيه ده؟ يعني إيه؟ شوف بقى، أنا ما أحبش الحياة النص نص، يا فوق قوي يا تحت خالص،
يا أوناسس يا سطوحي. يعني مش عايز العقد بتاعك؟ لا. المهم بعت تذاكر الطيارة؟ نعم. لا. لا. وهتسافروا ازاي؟ هجيبوا فلوس منين؟ ده احنا محتاجين لحوالي 400 جنيه. اي حد يسلفه لنا بعدين نردهم لما نسافر. دول مرتب شهر واحد. تعرف حد جدع يا سعيد؟ معرفش حد جدع للدرجه دي. تعرف انت علاء؟ بس ايه؟ مفيش غير ان انا الرقاصه هي اللي تسلفنا. نتسلف من الرقاصه؟ ده مستحيل. مالها الرقاصه؟ معاها فلوس اكتر مننا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ علاء ثابت ساكن هنا؟ ايوه ساكن هنا اهو. هو انت؟ ايوه. مين حضرتك؟ انا دكتور الصحه اللي جاي يكشف عليك. اتفضل حضرتك. بتحاول التحقيق ليه بس؟ تحب مين اللي حقق معاك المره دي؟ الانسه مها. وش معنى الانسه مها؟ نتفائل بيها كده. طب اتفضل روح لها. شكرا يا فندم. الو انسه مها، علاء ثابت متحول عندك للتحقيق، ارجو الشده معاه. صباح الخير. صباح النور. اتفضل. يا سلام يا سلام، اجمل واظرف اوضه في المؤسسه كلها واشقى واكبر مشاهد في المؤسسه كلها. ليه بس؟ اتفضل يا استاذ احكي لي ايه اللي حصل. ابدا عييت وبعدين خفيت. الدكتور قدم تقرير قال انك متمرد. هو ده يعرف حاجه؟ فين الروشتات اللي تثبت انك اتعالجت؟ في البيت يا بيه. قالوا انت ما اديتهاش للدكتور ليه؟ ها؟ اصل اطلال مش موجوده. اصل لسه هيدورها. اصل فاكر لو هيضحك علينا بنظره ولا بضحكه نقوم نصدق. من فضلك يا ساميه. لا بقى لا بقى. ممكن يا انسه مها نتنقل في اوضه ثانيه؟ لا طبعا. طيب ممكن نتكلم بصوت واطي عشان ما تسمعناش؟ ممكن. انا هقول لك الحقيقه كلها. طب قول. اصل انا بصراحه ناوي اسيب الشغل هنا وسافر استراليا. استراليا؟ ليك حد هناك؟ لا، لكن معايا عنوان واحد اخو واحده زميلتي لقطته منها في التحقيق اللي فات. قصدك يسرى اخويا؟ بتحكي لي عنه ليه؟ بتشبطيني في استراليا ليه؟ تعرف لما ماما بتحكي لي على تصرفات يسرى قبل ما يسافر بلاقيها هي طبق الاصل نفس تصرفاتك. عادي، افهم من كده ان انا لما هسافر هناك هبقى من كبار رجال الاعمال زيه. بس ما تعملش زيه وتخلي الفلوس تنسيك اهلك وبلدك. قالوا لك ان انا طلبت ان انت بالذات اللي تحققي معايا. ايه؟ طب ومين اللي هيحقق معاك في استراليا؟ انت مش هتبقي تيجي تزور اخوكي؟ هو ده التحقيق يا انسه مها؟ اتفضلي انت كمان متحول للتحقيق. تعرفي بقى ان كل المشاكل اللي كنت بعملها في الشغل كانت بسببك؟ سببي انا؟ طبعا. كنت كل ما اشتاق لك اروح عامل مشكله عشان يحولوني عندك للتحقيق. بس مش المفروض ابدا يختاروا محققين بالجمال ده. ومش مفروض يشغلوا مشاغبين زيك في الحكومه. ده انت وجعتلي دماغي. قولي هتعمل ايه بعد ما سبت الشغل؟ معتمد على ايه؟ لازم عندك مورد ثابت معتمد عليه. طبعا. امال يعني هستقيل واشحت؟ قولي كده عندك ايه؟ ارض؟ لا. عماره؟ لا. تاكسي؟ لا. امال عندك ايه؟ معتمد على ايه؟ هقول لك بس وحياتك ده سر بيني وبينك، ارجوكي ما يطلعش بره. لا طبعا. يا ترى جايين بدري ليه النهارده؟ طبعا نهتكيه جايبين لي ناس ما بيفهموش في الشغل ومقعدينهم على مكاتب واخر الشهر يقبضوا زيهم زي درجه. ساعتك برضه ساعتك. انتوا عبء على المصلحه، انتوا عبء على الدوله، انتوا عماله زايده. فعلا ساعتك بيك، عشان كده عايزين نخفف العبء ده عنك وعن المصلحه وعن الدوله. يا ريت. ايه ده؟ اجازه بدون مرتب. ليه؟ وده ايه ده؟ عقد
ده عمل في ابو ظبي ب 400 جنيه في الشهر. عمر عندك يا فندم ان شاء الله. طيب اتفضلوا انتوا وانا هرفعهم لرئيس المصلحه مع توصيه مني بالموافقه. يا سلام يا سعد الدين، الهي يهرب بيتك ويخرب بيت عدوك، يخرب بيت عدوك. ايه الاتفاق يا سعد الدين ده عمره راجل سكره وضحكه منوره. السلام عليكم يا سعد الدين. مع السلامه. الف سلامه. استاذ علاء، المدام بتقول لك ممكن؟ نعم. المدام بتقول لك ممكن؟ هو ايه اللي ممكن؟ ما قالكيش، لكن لازم هتقول لك. تعال تعال لك. تعال. اهلا 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 يا خطوه عزيزه. حضرتك عايزاني؟ ممكن ممكن. الله، ما تمدد كده رجليك وماله تستريح في القعده، ولا انت زعلان مني؟ ابدا. وهزعل منك ليه؟ يبقى انا اللي زعلانه الحقيقه. وتزعلي مني ليه؟ انا حتى بدفع الايجار اول باول. اشتريت الشنطه وطلعت الباسبور. ما قلناش على الاجازه. عطاني حبك انا ملكي وعليا حبك عنك. اه يا ولد. ايه ده؟ لأول مرة ألاقي جردل لابس فطشة. ولا يهمك، بتحصل في أحسن الشغل. اتفضل لحد ما تملاونا. مسافر فين؟ أبو ظبي، جالي عقد. لوحدك ولا معاك حد؟ لا، سعيد مسافر معايا. وعلاء؟ علاء لا. طب اشرب، اشرب يا أخويا. قولي بقى. نعم. والعقود بتاعت كل واحد عقده بكام؟ 400 جنيه في الشهر. بس. ايه ده ملاليم. طب ده انا عندي الجرسون في الكازينو بيطلع له ب 400 جنيه بس بقشيش كل اسبوعين. يعني مش فاهم. يعني لو علاء جه يشتغل عندي في الكازينو هيطلع له ب 1000 جنيه. انت قلت له على الموضوع ده؟ قلت له، انما ما عجبوش كلامي واتقمص. قال على راي المثل فقر وعنطازه. بقول لك ايه؟ نعم. اذا كان صاحبك بقى وتهمك مصلحته طبعا. انصحه. طيب. واذا كنت انت كمان يا اخويا عايز تشتغل تعالى معاه. اشتغل ايه؟ بودي جارد. يعني ايه بقى؟ فتوة المية. يبقى مفيش حل غير تعمله زي الاستقالة. اولا هتوفر له وقت، ثانيا تقبضوا فلوس التأمين والمعاشات، تقطعوا بيها التذاكر، وتسددوا كل الديون اللي عليكم، وتبقى كل المشاكل اتحلت. الاستقالة ما تقولش لحد يا ولا عالاستقالة، ما انت صغير يا ولا عالاستقالة. استقالة؟ هتستقيلوا؟ لا لا. ومين بقى اللي قال لكم على الفكرة المهكيبة دي؟ علاء. مين اللي عايز يضيع مستقبلكم؟ علاء. تستقيلوا وتسيبوا معاش؟ علاء. ها؟ هو فاضل لنا كام سنة على المعاش؟ يجي 30 سنة. لا ما اظنش هعمر لغاية 30 سنة. خد. أنا 30 سنة كل يوم أعمل ساعتك بيه. خد. وكمان ما هاجي منهم من غير ورقة دمغة؟ لا يا فندم. هي بيه. هي بيه. انزل. ألو؟ أيوة يا مهل. علاء. إزيك يا مهل؟ وحشتيني قوي. انت كمان وحشتني. مين يا مها؟ ده علاء يا ماما بيطمن علينا. ماما معاك هي علاء عايزه تكلمك. ازيك يا ابني؟ الله يسلمك يا طنط. بقول لك ايه يا استاذ علاء؟ اجيلك البيت احسن عشان تقولي لي براحتك يا طنط. اصلك وحشاني قوي 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 يا طنط. باي باي يا طنط. وحشاه؟ وهو كان شافني فين؟ ما انا كلمته عنك كتير قوي يا ماما. عشان كده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الحته تيجي؟ ما انا كنت بتكلم من الكشك اللي على الناصيه. طب اتفضل. علاء. ماما. اهلا يا طن. اهلا بيك يا ابني. زي ما وصفتيهولي تمام يا مها. زي ما تخيلتها تمام يا مها. اتفضل يا ابني. اتفضل يا ابني.
اللي سبب لي في التحقيق. لا قولي الحقيقه بقى. ايه ده؟ ما هي طنط هي اللي تسببت لي في الاستقاله. انا ومالي مقبوله منك؟ مش يمكن تكوني فتحتي في وشي باب السعد؟ مش بعيد تعمل زي يسري ابني. انت شفته؟ للاسف لا، سمعت عنه بس. صورته اهي هوريها لك. ده بقى حاجه كبيره قوي دلوقتي، وكل الموظفين اللي في السفاره هنا صحاب. مالوش عندك صوره صغيره يا طنط؟ اخدها تبارك بيها يمكن اتعدي. يوه ده ما عندناش اكتر من صوره. حاضر اجيب لك واحده. فكر تسافر استراليا؟ مفيش سفر استراليا. اذا كان لازم تسافر يبقى تسافر بلد قريبه، على الاقل نعرف نشوفك في الاجازات. الصوره اهي. هجره ولا زياره؟ هجره. هجره لازم تاخد اجراءاتها سنه، زياره لازم حد من المقيمين هناك يبعت لك دعوه. متشكر. جود مورنينج، علاء ثابت. سوري مش واخده بالي. انا علاء ثابت المؤلف، حاصل على جائزه الدوله التشجيعيه في ادب الرحلات. اهلا وسهلا استاذ علاء، اي خدمه؟ تاشيره زياره بس لاستراليا، لانها في الواقع القاره الوحيده اللي انا ما الفتش عنها كتب لحد دلوقتي، مع انها زي ما بيقولوا تستاهل كتابين مش كتاب واحد. فعلا. زياره لمده 3 شهور مثلا؟ كفايه، واذا قعدت زياده ابقى اجدد من هناك. في حد هيستضيفك هنا؟ من الدولة يعني؟ ايوه، حد من المسؤولين؟ لا، في الواقع انا ما احبش الزيارات الرسمية، لكن ليا صديق عزيز هناك اسمه يسر الجزاوي. عارفين ده شاب ناجح ومن كبار رجال الاعمال هناك. في الحقيقة وحشني قوي قوي، بقالي كام سنة ما شفتوش. الباسبور مع سيادتك؟ ها؟ ايوه اتفضلي. تفضل الاستمارة عشان تملاه لحد ما تشرب قهوتك. تحب تشربها ايه؟ استرالي. هجرة؟ لا زيارة. لازم تقطع رايح جاي. ما انا هقطع من هناك وانا راجع. التعليمات كده، مادام رايح زيارة لازم تقطع رايح جاي. مفيش استثناءات؟ لا مفيش استثناءات. طيب كل المبلغ اللي صرفته من هيئة التأمينات اهو، خدي اللي تاخديه وسيبيلي الباقي. كام دول؟ 450 جنيه. دول حتى ما يجوش تمن تذكرة ذهاب بس. التذكرة ب 930 جنيه. يا نهار أبيض، ليه؟ أنا هقطع تذكرة للجنة؟ طيب. السلام عليكم. مع السلامة. عيني يا عين. إيه؟ ربنا يوعدنا. جايالك سرة فلوس قد كده أهو. شايفة؟ أيوة مظبوط يا نرجس. شايفة الفلوس؟ أيوة شايفاها. قدامك موضوعين. السلام عليكم. اهلا اهلا. ليه النور ده كله؟ خطوه عزيزه. اهلا. امال زمايلك ما جوش معاك ليه؟ هو انا لوحدي مش كفايه ولا ايه؟ انت ده انت اللي فيهم. اتفضل استريح حاجه ساعه هون يا نرجس. من عينيا. اوعى تقولي الميه مقطوعه. وحتى لو كانت مقطوعه وده وقته؟ تعجبني. انا راجل اعمال دلوقتي يا ست نانا، بشتغل دلوقتي لحساب نفسي. احسن يا راجل. ها وبتشتغل في ايه؟ في الاستيراد والتصدير، ومسافر الاسبوع ده باريس اعمل صفقه كبيره قوي، وانا بقطع التذكره في شركه الطيران افتكرتك، قلت واجب برضو اعدي عليكي اسالك اذا كنت محتاجه حاجه ليكي او للكازينو في حدود 1000 جنيه اجيبها لك معايا. تعيش يا سعلاء. ميرسي قوي. لا لا لا، ما انا هجيب لك يعني لازم اجيب لك. ايه بالعافيه. لا يا استنانه مش بالعافيه، انسانيه، ده احنا جيران وهقبض ال 1000 جنيه مقدم كمان. ما تخليك صريح كده، اقول انك محتاج 1000 جنيه. وهو في تاجر بيقول الصراحة دلوقتي يا ست نانا؟ لا والله مفتح يا وائل، وأنا أحب المفتحين قوي قوي. قولي وهترجع بقى من السفر بعد قد إيه؟ بالكتير شهر، وحتى إذا اتأخرت هبعت لك المبلغ وبالعملة الصعبة كمان. وإيه الضمان يا روحي؟ الضمان سعيد ويحيى يضمنوني. أقول لك إذا تحبي أسيب لك سعيد ويحيى رهن لغاية ما أرجع لك المبلغ مفيش مانع، أنا متفق معاهم على كده. خلاص زي بعض. اهو الواد التخين ده يقف على باب المحل بودي جارد ويشيل السكره بتوع اخر الليل. صح. والواد القله ده ابو عيون جريئه اللي مخاصمين بعضهم دول ينظف كده التقاطيق بعنطاسته دي. هايل هايل. هاتي 1000 جنيه من الشكمجيه اللي في الدولاب يا نرجس.
فين الوثق؟ لفيت عليه مصر كلها. يعني ايه؟ احنا اذا ما قطعناش التذاكر النهارده يبقى راح علينا الشغل والسفر. يمكن سافر اسكندريه يستلف لنا فلوس. انت متاكد؟ لا انما تفاعل. ما تقوليش تفاعل. اتفضل يا فندم. متشكر. الطيارة بكرة الساعة كام؟ 10 صباحا يا فندم. توصل استراليا في كام ساعة؟ 24 ساعة. ياه هنفضل طايرين 24 ساعة؟ ايه يا فندم هتنزل في الهند الأول. انت موديني فين يا علاء؟ عايز الف مصر كلها قبل ما اسافر ابو ظبي. هتوحشني قوي. انت هتسافر امتى؟ بكرة الصبح. ممكن اطمن على قلبي قبل ما اسافر؟ صحيح يا دبلة فضة، إنما بعد 3 أشهر بالكتير هبدلها لك بدبلة سوليتير. أنا خايفة أنت اللي تتغير، الفلوس تغيرك. ما تخافيش عليا، الفلوس دي وسيلة بس يا مها. أنا عايز أساعدك وأسعد نفسي، مش عايز أكتر من 1,000,000 جنيه بس يجوا في خبطة ولا 2 وهم شغلوا نفسهم وإحنا نعيش ونتمتع بقى. المصيبة إن أنا بصدقك في كل حاجة تقولها، والخيبة إن أنا بحبك في كل حتة هروحها. بلاتين فتحة ولا خطوبة؟ الاثنين. ويا ترى مين؟ علاء. علاء اخسى عليكي كده ما تعزموناش. اوف وبعدين بقى مش عارفة اشتغل. اصل ما كانش في وقت، يا دوبك لبسنا الدبل وعلى طول سافر. سافر على فين؟ على ابو ظبي. ابو ايه؟ ظبي. ممكن العنوان ده وحياة والدك؟ What do you say? Sorry, this address please. Okay, okay, come on. Thank you. Friend from Egypt, مصر. He is not here now. مش هنا؟ No, he is in London for treatment. Please, please. من فضلك واحدة واحدة. بلاش تكلمني بالمشابك.
Yes. He is now in London for treatment and we are not expecting him before 1 month. هو في لندن؟ Yes, in London. ومش هيجي قبل شهر؟ Yes. يا دي البخت المدوحس. لكن معلش على رأي يحيى تفائل. تسمح يا بتناديني يا ست نانا؟ انت وهو انا ما اسميش هو انا ليا اسم اسم النبي حاس ما جيتوش تستلموا الشغل ليه؟ شغل ايه اللي انت جاي تقولي عليه؟ يمكن ما يعرفوش يا مدام نانا. ليه؟ هو علاء ما قالكوش؟ ما تجيبيش سيرته. ازاي بقى؟ ده واخد 1000 جنيه مقدما من حسابكو وسافر بيهم على فرنسا. من حسابنا؟ اه من حسابكو. سافر على فرنسا؟ فرنسا ولا ابو ظبي؟ لا فرنسا، راح يتاجر بيهم. المهم تيجوا تستلموا الشغل اللي لدي في الكازينو لحد ما تسددوا المبلغ اللي عليكم. يا ست هانم احنا موظفين محترمين في الدوله. عارفه يعني ايه موظفين محترمين؟ ايوه ايوه. ولسه رافعين عقدين ب 1000 جنيه في الشهر في ابو ظبي، واللي عنده جنيه يلمها. اوعى والله ما تجيش 500 جنيه في الساعه. ولا 500 هدومي. طب ليه كده؟ ليه كده؟ اشمعت بصله؟ اشمعت بصله وفي الشرطه؟ اعمل قبض عليا النعمه. المعلقه وشويه الشاي اللي كانوا فاضلين. مفيش بدل البوليس. طب فين القصه بتاعت زازو وظريف؟ ننزل لها. المدام بتقول لكم عقد الايجار كان باسم الاستاذ علاء، والاستاذ علاء سافر، ولو معاكم فلوس وعندكم طولة بال روحوا ارفعوا عليها قضيه، وكل سنه وانتم طيبين. ولو ما عندكوش فلوس وعندكم عقد روحوا استلموا الشغل في الكازينو. اللي بيحصل ده تفاهم انك لله اللي في بالي. حبيبتي مها وحشتيني 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 وحشتيني، ومن القطر الشقيق أبو ظبي أرسل لك حبي وأشواقي، حيث أعمل الآن وحيث أشقى وأكد وأعرق في هذا الجو الحار وهذه الرطوبة لأبني مستقبلي، بل مستقبلنا معا، ولأحقق لك الوعد الذي وعدتك به قبل سفري من مصر. ادعي لي يا مها. لا انا ضحيه من ضحايا الاستاذ علاء خطيبك. شربني خلبيها زي ما خلبيكي. خلبيها ازاي؟ خدعها خدعها زي ما خدعنا. فهمها انه سافر ابو ظبي لكنه سافر فرنسا بيشتغل تاجر شنطه، تاجر شنطه لحساب واحده رقاصه اسمها نانا. اخلص اتفضلي اطلع بره. انت مش مصدقاني؟ طب اتفضلي اتفضلي روحي. كباريه كباريه اسمه نانا في شارع الهرم. اخس اخس من يوم وهو لعبي. من فضلكم ابقى قابليني لو تشوفيه تاني. Thank you.
لو سمحت عاوز طبق فول بالزيت والليمون. وعندنا فلافل كمان. الله، وطبق فلافل وطبق سلطه بلدي وخمس ترغيفه. ياه، خمس ترغيفه؟ يا اخي وانت ملك انت، الاستاذ نفسه مفتوح، ان شاء الله يا رب ياكل المطعم بحاله. مدام عايده صاحبه المطعم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه بقى نفسي مش مفتوحه ولا حاجه، انما لازم امون جامد بالشكل ده عشان المشاوير اللي بمشيها على رجليا ليل ونهار. الله، وبتمشي ليه على رجليك ليل ونهار؟ مزنقه معاك ولا ايه؟ يعني ايه؟ محتاج فلوس؟ سلف يعني؟ بصراحه محتاج سكن. بقالي اسبوع متمرمط، كل ليله انام في حته شكلي. طيب عاوز شقه بقى ولا اوضه؟ خليها اوضه. طب في حي راقي ولا حي نص ونص؟ خليه نص نص. طب ما تخليه اي سكن والسلام. والله ما هكسفك، ان شاء الله يا رب اعيش يا موافق. طب اسمع، انا هديلك عنوان واحد معرفه في حي ماركت. الراجل ده بقى بيسكن اوض مفروشه، اول ما تاكل من هنا والشفا تتنك رايح على طول. يا سلام، ده انا باين عليا ام دعيالي. باين عليك بنت بالك جدعه قوي. طبعا يا اخويا، ده انا من اسكندريه من القفوشي. حضرتك الاستاذ فرج؟ ايوه يا فندم، في حاجه؟ انا جاي من طرف مدام عايده. اهلا وسهلا، اتفضل. مالك يا مها يا بنتي؟ بقالي كتير مش زي عوادك. مفيش يا ماما. لا فيه، انا حاسه ان في حاجه مخبيها عليا، والعيب ما يكدبنيش ابدا. الشغل يا ماما، الشغل متعب. انا مش رايحه الشغل تاني. مها، وهقدم استقالتي. علاء اللي قالك؟ ما تجيبليش سيرته، انا مش صغيره عشان حد يتحكم فيا او ياثر عليا. انا بكسب القانون الدولي واقدر اشتغل في اي مكان في العالم. انا هستقيل واجهز اوراقي واسافر. تسافري؟ تسافري فين؟ هسافر ليسري اخويا، انا هبعت له يبعت لي الدعوه والتذاكر. الا قولي، انت مالكش حد في مصر ولا ايه؟ ازاي بقى؟ ده انا حبي كله في مصر. اصل يعني من ساعه اما جيت لا شفتك بعت جواب ولا حاجه. مش لما اعمل حاجه تستاهل ابعت اقول لهم ايه؟ خيبان والحقوني. طب الجدع عن كده، وبكره ترق وتحلى. بكره انا عايز النهارده. اسمع يا سي علاء، اذا كنت عايز تعمل فلوس اشتغل في المقاولات، يعني البيوت القديمه، الاراضي المزروعه، تتقاول على هدها وتسلمها ارض نظيفه، يبقى تكسب من ناحيتين، من الهدد وتمن الأنقاض. معاك ولا ايه؟ انا مش بتاع تحويش، انا بتاع خبطات. اخبط خبطه مره واحده تزقني لفوق مره واحده. النهارده اتفقت لك مع شركه مقاولات من الباطن، هشتغل معاها باسم شركتي والعموله بالنص. إيه؟ يا لهوي، اوعى تكون بتشتغل مقاول من غير ما تاخد اذن عمل، ده لو البوليس عرف يرحلك على طول. ولا يهمك، قول يا باسط. الحمد لله على السلامه يا يوسف. الله يسلمك، اتاخرت علينا، ايه الاخبار؟ خلصت لك الصفقة بشروط ما كناش نحلم بيها. برافو عليك. وحشتنا يا يوسف. وإيه أخبار المكتب؟
كله تمام. علاء ثابت كل مؤهلاته انه شاب ذكي وبيجيد العلاقات العامه. مهاجر؟ لا زائر، ما عندوش غير اقامه 3 شهور بس، فات نصهم. يعني ما عندوش اذن عمل؟ لا. خلاص تبقى اتحلت، تبلغوا عنه بوليس اداره الهجره يرحلوه من هنا فورا. الله، بتكتب جوابات لمين؟ وايه تذاكر الطياره دي، انت مسافر ولا ايه؟ لا دي جوابات لسعيد ويحيى، بعت لهم فيها تذاكر الطياره. المال لكي اعوضكم عن فرصه ضياع سفركم لابو ظبي. وارجو سرعه حضوركم ومرسل طيوت تذكره سفر لكل منكم، وقد كسبت في صفقه واحده 5000 دولار استرالي. يا عدوي انت لا تنم ولا ينقصني هنا سوى حب الوحيد نهى. أيوه؟ لتكتمل سعادتي وصداقتكم لتكتمل الشركه. انا فوق. انا فوق. ايوه تروح لمها الشغل. أيوه؟ وتصلح الموقف المنايا اللي انت عملته معاها واللي وقعتنا فيه نانا. من الفجر هروح لها. امال القميصه مها فين؟ ايه في اخبار جديده؟ اصل خطيبها الاستاذ علاء بيه بقى من كبار رجال الاعمال في استراليا، وحكايه الرقاصه وتاجر الشنطه دي وشاع. جاي تقولي الكلام ده دلوقتي بعد ايه؟ ما خلاص خلاص خلاص. ايه مسافه الشغل وقعدت في البيت؟ اروح لها البيت. الانسه مها موجوده؟ لا دي سفره استراليا. استراليا؟ وبعت لها تذكره؟ ايوه بعت لها دعوه الاول وبعدين بعت لها التذكره. دعوه الاول وبعدها التذكره؟ هي هتشتغل في الشركه معاه؟ طبعا يا ابني هتشتغل في شركه المقاولات بتاعته. الله ده يبقى الحكايه جد بقى. سلام عليكم. كتير وما تسرع كده ليه؟ كان نفسي ماما تبقى معانا. ميرسي. لا حسام
خد بالك من مها لغايه ما اروح مشوار صغير. أوكي. مش هتاخر. اجي معاك يا ابي. لا خليكي مع عصام عشان هيفرجك البلد شويه. ما تخافيش هيرجع. اصل رجال الاعمال دول بينسوا نفسهم. لو نسي انا عارف عنواني. ايه ده؟ شوف رجلي الكباب اللي انا عملته، ايه رايك بقى؟ حلو قوي. وامتى هيبتدي الشغل؟ اول ما زمايلك يوصلوا على طول. ايه ده؟ انت ناويه تشغليهم كبابجيه ولا ايه؟ يتسلوا. الله، مش احسن ما يقعدوا عواطلنا الا بالحق. هما يوصلوا امتى؟ بيقولوا في التلغراف انهم هيوصلوا بكره. زمانهم في الطياره دلوقتي. Will you kindly adjust your seats to the bright position? All passengers disembarking at Bombay are requested to complete the disembarkation prior to ونقعد ساعة ونص وبعدين نكمل الرحلة. حلو، هننزل الهند بقى نشوف الفيل. احنا قدامنا ساعة ونص، خلينا مستنيين في المطار احسن. يا جدع يلا نلف ونتفرج ونستفيد ونرجع بعد ساعة. عيب يا دي عيب. اي كنت بس شويه، احنا قدامنا ساعه ونص على الطياره. اه چلیے چلیے ہم آپ کو خوب گھمائیں گے آپ کو کہیں چلنا ہے بولیے آپ کہیں تو بدیت شويه. اه کہیں بھی چلیے آپ. يلا يا اخي يا صديقي. عارف انا سعيد بقى وبابا كده كويس. اروح انا اشتري شويه بخور وابعتهم لامي في مصر. اه ونتقابل هنا بقى بعد ساعه. ارے بھیا ایک پیسہ دے دو او جانے والے بابو ہم کو پیسہ دے دو بھگوان ہمیں تم پیسہ دے دو. اشتری ولا ايه؟ انا ما معيش غير دولار. بس انا واللي جنب. سعيد والنبي يا حاج ربنا يخليك. کیا کہتے ہو بھیا ہماری کس طرح نہیں آتا بھیا کیا بول جو تم کیسی بولی بولتے ہو معلش خلیک انت بس ایسا کرو جی تم سیدھے چلے جاؤ دہنے ہاتھ کے اوپر تم کو سڑک مل جائے گا اس پہ تم چلے جانا سامنے ہی مارکیٹ ہے ہاں ولا فهمت حاجة متشكرين ارانا عليك واحلك ارانك يا يا سعيد يا ريت يا اخويا يا ريت كنت مشيت حافي ولا اختشيت ما شفتش سعيد يا حاج يا ترى انت فين يا يحيى طب اجيبك منين يا يحيى ارجع اقول لامك ايه يا يحيى اعمل ايه يا ربي لا فاضل نص ساعه الطياره انت رحت فين توك في الهند يا سعيد رحت هند طب يلا لحسن فاضل ربع ساعه والطياره تقوم طيب انا طالع المطار عشان استقبل سعيد ويحيى بالسلام بالحق ده في واحد جالك هنا من بوليس اداره الهجره وساب لك الورقه دي ليه في ايه؟ مش عارفة بيستدعوك ضروري الظاهر ان في حد بلغ فيك انك بتشتغل في المقاولات من غير تصريح يا نهار زي بعضه اروح اشوف ايه الحكاية الله مش هتقابل صحابك في المطار؟ مطار ايه بقى؟ اروح اشوف المصيبة دي الاول يا خسارة هيرحلوه اوكي صاحبك خلاص هيترحل برافو برافو ايه صفقة؟ لا صفقة يا ترى الصفقة المرة دي على وش مين؟ لا دي مش على وشه دي على قفاه يا نهار اسوح ايه ده علاء مش باين له قصر يا اخي تفاءل يمكن مستنينا بره يمكن يا لهوي ايه الحر ده نكونش غلطنا ونزلنا في أسوان ايه الهو ده؟ ترى في الصريخ ابن يومين ها؟ أمال فين علاء؟ يا علاء علاء ادانا زومبا زي عوايده بس دي بقى زومبا مستوردة ما تيجي نحترم نفسنا ونرجع نرجع؟ بقالنا 3 أيام راكبين الطيارة وتقول لي نرجع؟ أمال هنعمل ايه؟ وهنلاقي علاء ازاي؟ ده احنا في قارة يابا مش في شبرا اسمع يلا ندور على العنوان بتاع المطعم اللي بعتولنا في الجواب بتاعه صح تاكسي 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 200 نيله كان ضايع شويه الدرونات اللي حلفنا في تاكسي
طب اتوبيس. اتوبيس ايه؟ تعال ندور على الاتوبيس اللي بينزل البلد. على الاتوبيس اللي بينزل البلد يبقى اتوبيس ابو شط. انا بس معايا ان شاء الله هدورك انا وهجرك. ثابت يا تعال عدي 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 عدي, عدي. استنى استنوا 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 ايه هتموتنا؟ ايه الفوضى بتاعتكم دي؟ فوضى مش نظام يا اخي كده موتوا الناس كده يا اخي. فينا ماشيين ومش شايفين يا ابني. ما تيجي نسال الغريب اعمى ولو كان بصير نشوف حد نساله. وهنكلمه بأنهي لغة ده؟ بالانجليزي طبعا. انجليزي؟ انت فاهم ان كم كلمه اللي عرفناهم في المدرسه وفي الجامعه هينفعونا هنا؟ اهو نضبش لغايه ما يفهمونا. جود مورنينج. صباح الخير. اهلا وسهلا سعيد ويحيى مش كده؟ ابلة عايدة مش كده؟ ميسيس عايدة يا مجفل. الحمد لله على السلامة. اتفضلوا اتفضلوا استريح. اهلا 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 بيك. اهلا وسهلا. امال فين علاء؟ علاء راح مشوار صغير وجاي. ازاي ما جيش استقبلنا في المطار النكل ده؟ غصب عنه. يعني ايه غصب عنه؟ اصل حظه وحش معرفش مين بلغ عنه بوليس الهجرة هيرحلوه. هيرحلوه؟ هو مين؟ علاء. رحلوا فين؟ مصر. واحدة انت هتشتغلوا عندي مؤقتا. نشتغل ايه؟ كبابجية. طيارين 27 ساعة من مصر لغاية هنا في الهواء عشان نيجي نكمل في استراليا. انا في كابوس. صحيني يا يحيى. سعيد ويحيى بالحضن. الحمد لله على السلامة. انا اسف اول ما طلعتش المطار عشان استقبلكم لكن معلش ملحوقة. ايه مالكم متايسين ليه؟ انت قلت لهم حاجه؟ حكيت له. معلش ولا يهموكوا انتوا هنا في حمايتي. بس تعالوا معايا الاول تاخدوا دش وتاكلوا لقمه وتستريحوا من عناء السفر وبعدين نتفاهم. يلا بينا. على اذنك يا مدام عايده. مع الف سلامه. انشوا نطفوا. على اذنك يا مدام عايده. مع السلامه. لا رايحين مع علاء عشان نستريح من عناء السفر. مع السلامه. يلا يا عيني. عظمة اوضة عظمة وتبص على منظر عظمة على عظمة على عظمة. دفعت فيها خلوة قد ايه دي؟ عظمة ايه وخلوة ايه؟ ما تخلينا في المصيبة اللي بيقولها دي. صحيح. ازاي تجيبنا هنا في اخر الدنيا وبعدين تقولينا انك هتترحل بعد اسبوع؟ طب هتمشي وهتسيبنا لمين يا حبيبي؟ حرام عليك ده احنا بقالنا يومين عمالين نطير في طيران. غصب عني مش بخاطري. ده انا حتى مسافر وسايب 5000 دولار المفروض معاد قبضهم بعد ترحيلي بيوم واحد. جايب ولاد الناس في الغربة تبهدلهم وتشحططهم وتشغلهم كبابجية. وانت زعلان ليه؟ حد لاقي الكباب ده ببلاش يا جدع. بلاش؟ طب احنا رجالة ونستحمل لكن ما تجيبها لغاية هنا وتسيبها. انت بتخرف تقول ايه؟ هتنكر دي كمان؟ امها قالت لنا على كل حاجة. قالت لكم ايه؟ قالت انك بعت لها الدعوه والتذكره وشغلتها في شركتك كمان. أوه.
تعرف انك من هنا تقدر تتصل بمصر على طول؟ تكنولوجيا ده من ناحية الالات، لكن الناس هنا، الناس هنا كل واحد في حاله، محدش فاضي يبص للتاني. يا سلام للدرجة دي؟ اما هلو يس، بيقول صديق من مصر. اسمه ايه؟ مستر علاء ثابت. هو بتاع الصفا، الظاهر انه جاي يترجى يسر بيه. وهو عمل ايه؟ عامل راسه براسنا. يسري بيه الاخ اياد انا مش موجود، والمده اسبوع من النهارده. صحيح يا دبلة فضة، إنما بعد 3 أشهر بالكتير هبدلها لك بدبلة سوليتير. أنا خايفة أنت اللي تتغير، الفلوس تغيرك. بس أنت ما تنساش تبعت له تيليكس. حتى في يوم أجازتك يا أبي برضو بتتكلم على الشغل. رجال الأعمال كده، الراجل حياته الشغل، أي شيء تاني ثانوي. بس المفروض تشتغل شوية وتعيش شوية. مفيش وقت، كل دقيقة هنا بفلوس. بس ده على حساب العمر، الفلوس بتطول العمر. رأيك أنت إيه؟ أنا رأيي أهم شيء في الحياة أهم من الفلوس هي الحياة نفسها. تشبطوا في اللعبه دي. ايش معنى ليه يا اخويا؟ من غير ليه، كل المهاجرين اللي هنا فلوسهم ضايعه على السبق. ربنا يستر. على فكره نسيت اقول لكم، انا بكره ان شاء الله رايح كامبرا. نعم، ايه كامبرا دي؟ دي يا سيدي عاصمه الدبلوماسيين، فيها السفاره بتاعتنا. اوصل لغايه هناك يمكن في السفاره يلاقوا حل لمشكلتي. ها، واحنا هنعمل ايه؟ لا لا ما تحملش هم، انتوا بكره ان شاء الله مدام عايده عزمكم على فسحه الجنب، هتفرجكم على مدينه سيدني القديمه. اهي دي بقى اولد سيدني تاون. ايه دي يعني ايه اولد؟ هفرجكوا جوه الاستراليين زمان كانوا عايشين ازاي. الو الو، هتقول لحد كبير؟ هتقول لحد كبير؟ يا اخوان لا بالله، ما كانت حاجه فتيش ولا كده كلها. طلع النار Thank you.
هو انا اهرب من هنا في مصر اجي هنا الاقي عايده؟ انا نفسي اشتغل عند راجل. ارجع مجنون، ارجع مجنون، ارجع يا بطش. يا حلاوه يا مانجا. علاء علاء اهو علاء علاء، خد ايه؟ ايه عملت ايه؟ مفيش فايدة، كلها كام يوم وهترحل على مصر. يا نهار مسخسخ، يبقى أنا هاجي معاك. مفيش حد فيكم راجع معايا، لأن أنا راجع لكم هنا تاني، وهنعلن الشركة، وكل اللي في دماغي لازم يتحقق. بس أنا خايف أسافر من هنا، وأنتوا تلاقوا مها من هنا. ما تروح تسأل أخوها عليها وتريح نفسك وتريحنا. أقول له إيه؟ يمي، إن أنا بحب أختك في مصر، وجاي أسألك عليها في أستراليا، ما تفتح مخك شوية. مش فاهم بصراحة، رأيك ايه في حسام؟ من ناحية ايه يعني؟ هو كلمني عنك، وانا يهمني ان حسام يرتبط بيكي، وزي ما فهمتك الدنيا مصالح، وهو تشتغلي معانا ونبعت نجيب ماما تونسنا. ايه رأيك؟ اول مرة تفتكر ماما، مع انها دايما فاكراك. انت بتخرج عن الموضوع ليه؟ الحقيقة مسألة الجواز ما بفكرش فيها دلوقتي، بس دي فرصة وما احبش انها تطير من ايديكي، والحياه فرص. طيب اديني فرصه افكر. اوكي. هي دي الجبل ما تطوحه؟ ما تخافش كده، بس اوعى تفتح الازاز. ما تنزل يا سعيد تاخد لك صوره تذكاريه مع الاسد. انتوا عارفين حصل لي ايه من كتر الخوف؟ ايه؟ احوليت. غريب قوي الكنجرو ده. هو والنعامه يبقوا الرمز بتاع استراليا. يا خسارة. ايه؟ العربية اللي قدامنا دارت عليهم. اديهم جالاكسي خليهم يوسعوا. لازم حلاقيها. خلوا عينكوا عليهم، اوعوا توهوا مننا. ما تخافش، مع اني احول. ده بيشاورني. بيشاور لك؟ ايوه، ما هو ده الجدع اللي حب ينافس يسري، فوصيت عليه طلعوا له امر يا فرحين. اسمه ايه؟ علاء ساب. فهيترحل امتى؟ في خلال يومين ثلاثه بالكثير.
يرضعوا. تفاءل. ضروري رايحين المكتب. بينا نحصلهم على هناك. بينا. العربيه اهي. اسمعوا النهارده الويك اند بتاعكم، يعني صايعين. ومن غير ويك اند يا اخويا ما احنا صايعين. هتفضلوا واقفين جنب العربيه دي لحد ما هو يسري منزلهم الشركه ويركبوها. انتوا وراهم تعرفوا لي بيتهم فين. لا ابوس رجلك انا من النهارده. عيب عيب، خليك انت ولا هنام شويه. ما تنسوش ان كل اللي باقي لي 36 ساعه وترحل، وما تنسوش ان مستقبلكم متوقف على ان قابل يسري شكلتي ويبقى لكم ظهر هنا. طب ايدك على شويه دولارات بتوع ايه؟ بدر الدقال يا اخوي. ما بتشبعوش؟ انا خلفتكم ونسيتكم. خدوا، انا هروح اطلب مدام عايده بالتليفون، يمكن يكون عندها اخبار حلوه. فتحوا عينيكوا كويس. هاتهم. ايه؟ عشانهم لك معايا عشان يروحوا منك. انا عايزك تاخد معايا بكره في الملاهي تتفسح شويه، عشان انا عندي شويه مشاوير. لا يا ابي ملوش لزوم. لا ده انت لازم تتفرجي على الملاهي اللي هنا، لانها ما فيش زيها في العالم كله. ده انت هتتبسطي قوي. طب مش يلا بقى يا ابي، كفايه عليك كده شغل النهارده. يلا. حسام خد انت العربيه الصغيره واحنا هناخد الكبير. اوكي مع السلامه. هبل ايه يا جدعان؟ مفيش حاجه، فتشنا ما كنتش ايه؟ في حاجه في حاجه في حاجه في حاجه. لا لا يا فندم، احنا كنا منتظرين سيادتك على ما تنزل من فوق بس. ليه؟ احنا اصلنا بندور على شغل. ايوه اسف، اي شغل ولو طباخين حتى. ولو حتى يا فندم جرانيه عند سعادتك في البيت في الجنينه. انا فندم خير حقوق قسم حشرات. بس سيادتك تدينا عنوان البيت واحنا نجي لك بكره وانت تدربنا. وطبعا بكره حد سيادتك هكون في البيت. لا لا لا. ليه؟ ليه؟ لاني رايح الملاهي، ابو فوتوا عليا فرصه ثانيه. ملاهي؟ عليا النعمه ما تروح في داهيه حتى برضه وراك. يقول لي ملاهي؟ ده احنا ماشيين ننام للطوابير يا ابني، احنا بيهمنا. ايه ده؟ ايه ده؟ الارض مشيت. احنا اتسرقنا. قدر اللي اختفى. كان هيسرقنا. قدر اللي ياخدك. ايوه. علاء. ايه كنتوا فين؟ بنتفسح. مش الراجل يا اخويا كان هيخطفنا؟ المهم عرفتوا العنوان. بكره. مش فاهم. الملاهي. اسمعوا، احسن حاجه نتفرق، كل واحد يدور في حته ونتقابل بعد نص ساعة. ماشي؟ ماشي. أوكي. حقيقي يقلق من الشبه 40. تحسي إن أخويا صورة طبق الأصل. بس ده بقى النسخة الأسطورية بتاعتي. مقاول ايه؟ علاء ثابت. هو فين؟ جاي هناك اهو. الظاهر انه بيتتبعني عاوز ينتقم مني. ما افتكرش انه جاي ينتقم. امال هيكون جاي ليه؟ صباح الخير. صباح الخير. نعم. في حاجة؟ أنا في الحقيقة كنت عاوز أعرف عنوان البيت، لكن وتعرف عنوان البيت ليه؟ من فضلك يا أستاذ، إحنا هنا في مكان محترم، مش في كبارين أنا. يلا يا حسام.
نانا يحيى ايه الاخبار عندك حول ما زال البحث جاري حول على فين انا مش شايفه في المنطقه بتاعتي وانا خايف حول علاء موجود في منطقتنا حول انا خايف نزل المحطه جايه اسمها مزرجنه معايا اخر زرجنه الله طب هما فين دلوقتي اهم هناك اهم بس لو اقدر اختلي بيها خمس دقايق بسيطه هتعمل ايه اسمع احنا علينا نزحلقهولك وانت عليك الباقي يا ريت تعالى يلا ماما ما تيجي الله الله لا لازم ناخد فرصته في الدفاع عن نفسه واللي معاه كلمه يلمها تهدي ستوب ستوب علاء ابعد عني من فضلك فاهميني ليه وليه الاستاذ يسر بيعمل معايا كده ابعد بس دلوقتي مش هبعد غير لما افهم انت اتغيرتي قوي يا مها انت اللي غيرتني ارجوك تعتبر كل اللي بيننا انتهى يا خبر اسود ازاي طب مش مكان نتكلم فيه دلوقتي طب اديني ميعاد عشان نتكلم وحشتني تحقيقاتك استلام استلام الله لا حاجه تقرف يلا بينا عايز تبلغ البوليس عن واحد ما عملكش حاجة مش يمكن ظن غلط غلط ازاي اذا كنت انا اللي تسببت في ترحيله هيرحمني وليه تعمل كده الحياة عايزة كده يا ما الدنيا المال كده عشان انا اطلع فوق لازم اجيب المنافس بتاعي تحت الدنيا اللي مفيهاش رحمة ولا حب دي ما تبقاش دنيا هتجربيها وهتعجبك ما افتكرش واحب افهمك حاجة على اسابه لا بيكرهك ولا بيطردك ولا حتى يعرفك ويستحسن ما تخيبش ظنه يا عيني على التقاسيم الله انت لسه صاحي علاء ولا ايه ما انتش سامع العزف المنفرد اللي جنبي؟ طب انا بيبي روح يا جدعان السقف روح انت اهو اصحى اصحى الله يخرب بيوكم هو انا كل ما اجي اروح في النوم تقلقوني وتصحوني؟ ما هو انت لو بتحب بصحيح ما يجيلكش نوم بالعكس يا حيدر انا لازم انام كويس عشان الصبحيه يبقى عندي صحه واعرف احب طب ممكن تخليك صاحي بس خمس دقايق لغايه احنا ما نتخمد بس كده حاضر مفيش فايده يا جدع استزوق عندنا حب الصبح ويبقى مين بسلامته ده حسام يا سلام في الله يا سي حسام استنى بس ما افهمك ده كان عنده قرشين عملهم من شغله في مصنع عربيات والسمسره وحب يستثمرهم فرح لي يسري لأنهم صحاب فيسري بقى يا سيدي دخلوا معاه شريك في شركته ويسري يعني عشان عايز يثبت الشركة اللي بينهم يقوم يجوزولك بالعافية Thank you.
ايوه جاي. ايه على هنا رايح فين؟ هو انت شويه دلوقتي وهتطفح الاكل ده كله لوحدك؟ معقول برضه تتون عليا ساعه الغدا عندها. ايه بس وعايزنا تهوى ليه بس؟ بس بصراحه هتكلم معاك في موضوع شخصي. شخصي؟ اه هطلب ايدها. اه يا ديني هتطلب ايدها طبعا عشان تضمن الاكل بلوشي. مش كده وبس، انت لازم اننا مشككين منها ب 1500 دولار لغايه دلوقتي. ما تفكرنيش بالمصيبه دي. ما جوزها يا فالح تبقى مشكله حل. عن اذنك. طب ما تنسانيش ساعه الغدا. تفاءل. انا مش قادر افهم هيرحلوك ليه. مش القانون هنا يسمح بانك تجدد الفيزا 3 شهور كمان؟ ايوه بس المشكله مش فيزا، المشكله اني اشتغلت في السوق بدون اذن من السلطات. وايه اللي عرفه؟ انا متاكد ان في حد بلغ عني. ليه؟ من غير ليه. للاسف يا مها المهاجرين هنا مفيش بينهم اي ترابط او حب، كل واحد بيتمنى ان هو بس اللي ينجح ويغتني والباقيين يفشلوا. مع ان المفروض انهم في غربه تخليهم قلبهم على بعض. ده المفروض، لكن للاسف الواقع بقى انهم كلهم تحولوا الى عبيد للدولار. ايه الهو اللي انا فيه ده؟ يا خبر ابيض، ده مفيش حد في الهو ده خالص. ايه هو يا كل وانا كده؟ مفيش واحده ربنا يرزقنا بيها. ميعاد الاكل ما جاش يا اخي. خلي عندك دم، انا مت من الجوع. تعالى انا جاي. يا حتى في الغربة هتموتني من الجوع. هنزل اخد بطش ابرد بيه اعصابي. الحق ازاي تقول له ما يغوطش؟ البحر هنا خطر مش زي مصر. اشمعنى؟ هنا في سمك القرش. ما قريتش عن رئيس وزراء استراليا اللي كانوا سمك القرش؟ يعني افهم من كده اني خلاص ماليش مكان في حياتك؟ ليه بتقول كده يا علاء؟ ما انا علشان ابقى عندي فلوس واعجب اخوكي يسري قدامي كمان 20 سنة على الاقل تكون انت اتجوزتي وبقى عندك دستة عيال. انا كل اللي اقدر اعمله اني افهم يسري حكايتي وخلي حسام يصرف نظر عني خالص. صحيح يا مها؟ طبعا صحيح. وانا ليك عليا روح اقابل اخوكي واقول له كل حاجه بصراحه. صحيح يا علاء. صحيح يا مها. انا بكره حاجه قبله. انا مستعد اعمل اي حاجه عشان ما تبعديش عني. انا بحبك يا مها، بحبك. انت صحيح تعرفي اللي اسمه علاء ثابت ده؟ ايوه كان زميلي في المؤسسه في مصر. وايه اللي جابه استراليا وسيدني بالذات؟ كنتوا متفقين تتقابلوا هنا ولا ايه؟ ابدا دي مجرد صدفه. صدفه؟ وصدفه برضه انك ترفضي حسام وتقابليه بالطريقه السخيفه دي وفي الوقت ده بالذات؟ انت عارفه حسام بالنسبه لي بقى ايه؟ عارفه حاجه كبيره، لكن بالنسبه لي انا حاجه كبيره برضه يا ما. انا اكبر منك واعرف مصلحتك اكتر منك. يا ابي ده كان عاملك مثله الاعلى في مصر، كلامي عنك هو اللي شجعه انه يخاطر ويجي، وكان كل امنيته انه يقابلك، وعلى العموم هو جاي يقابلك النهارده. عشان يقابلني لازم يدفع الثمن اللي انا دفعته عشان اوصل للي انا فيه، صحتي. انا لا هقابله ولا انت هتقعدي هنا. حالا هبعتك بيت الريف اللي في كندرة لغايه ما ترحل الولد ده. انت ما بتفكرش غير في الفرص وبس. يا بنت هتموت نفسك وانت بتجري ورا المصالح والفلوس. انت فقدت كل احساس بالحياه والناس
حتى اقرب الناس ليك. ارجوك يا ابي خلي في قلبك مكان للحب، يا اما تسمح لي ارجع مصر. حسام تعالى وهات العربيه، هبعتك كام بره. وصلنا كم بره؟ بعد 7 ساعات سفر. ابي يسري عايز ينفيني بقى. دي من اجمل مدن استراليا. هجمد قلبي واروح اقابل يسرى اخوها، واللي يحصل يحصل. بس اذا اتاخرت عليكم اسالوا عليا في المكتب بتاعه، ادي كارت فيه العنوان والتليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده مكتوب بالانجليزي. وريني بس، شد حيلك يا عريس. جواز الرجاله. خليه يدخل. اهلا. ده انا بدور عليك من يوم ما وصلت استراليا، قالوا لي انك في لندن، استنيت ودخلت في عمليه كده، لكن ربنا رزقني بواحد حقود معرفش مين عمل فيا اسفين، كانت نتيجته انهم هيرحلوني. لكن لو كنت قابلت سيادتك من يوميها كنت طبعا هتنقذني. وانقذك ليه؟ جدعانه. انا اعرف ان المصريين جدعان خصوصا في الغربه. وبالمناسبه الست والدتك بتسلم عليك قوي وبتوصيك عليا بأماره الصوره دي. وايه اللي ممكن اقدمه لك؟ تساعدني في اني ما اترحلش من هنا قبل ما احقق الحلم اللي كنت بحلم بيه انا ومها. وبعد اذنك اذا وافقت عايز اقدم هديه صغيره لمها، دبله خطوبه سوليتير كنت وعدتها بيها قبل ما اسافر من مصر. بس دلوقتي مها في المزرعه بتاعتي في كامبرا. كامبرا؟ تعالى بينا نروح لها. يا
هي السكه الكامبيرا تاخد كام ساعه؟ حوالي 6 ساعات. ياه. دي يا سيدي دي بلد تبعد عن هنا 6 ساعات بحالهم. اوبا ايه في ايه؟ يبقى خدوا يقتلوه ويخبيه في الضرع. ها لازم نروح ندور عليه بنفسنا. ويسر ده باين عليه شراني ونظره ضعيف وايده طرش. يبقى على الواد قلم يجيب له لوز. طب وبعدين يلا بينا. انت مستني ايه؟ قوام ورايا. أخي يسري، أسفل أني لم أستطع أن أحقق رغباتك. أتمنى لك مزيدا من النجاح والأموال ووداعا، فقد اخترت طريقي. مها، لو مها جرالها حاجة هتفضل طول عمرك تندم على تصرفك ده معاها. أستاذ يسري، بلاش تغلط نفسك وتحاول تظهر بمظهر غير حقيقتك. دي أختك، بلاش عيد. يلا نخرج ندور عليها. يلا. ومها ايه اللي هيجيبها لغايه هنا؟ عشان تاخد مواصله تطلعها بره البلد لازم تيجي. يعني ايه يا استاذ يسري؟ مفيش فايده؟ مش هنلاقيها؟ يمكن ما عرفتش توصل للسكه دي. نرجع ندور تاني في طريق المزرعه. Sorry, I have to go this way. Okay, thank you. Bye. Thank you very much. Bye. Bye. هو فين؟ اركبي معانا واحنا نقولك. يلا يا حبيبتي اركبي بسرعه.
اطلح الحمار. ارجع يا استاذ يسري، ارجع. ارجع انا فين؟ لف ورا العربيه الاستيشن اللي رايحه على هناك دي. ليه؟ دي عربيه مدام عايده. وايه اللي هيجيبها هنا؟ يمكن عندها اخبار عن مهد. قالوا لي ان اخوكي خد علاء وراح المزرعه اللي في كامبيرا. علاء 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 مهد. سامحيني يا مهد، انا كنت غلطان في حقك وفي حق نفسي. انت خليتيني اعرف الحقيقه على حقيقتها، وكمان هحقق لك كل رغباتك، وهسافر مصر عشان اشوف ماما واقعد شويه عشان وحشتني. سامحني يا مهد، انا هقف جنبكم وساعدكم عشان تكونوا الشركه اللي كنتوا بتحلموا بيها.